أهلا بكم مشاهدين الآن إلى التطورات السريعة والحراك الدبلوماسي الآن بما يخص تركيا، بداية من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص انضمام فنلندا والسويد للناتو، مرهونا كما قال الرئيس أردوغان أنه مرهونا بمراعاتها لمخاوفنا. أيضا تطور آخر وبخصوص زيارة وزير الدفاع التركي خلوس أكار إلى الإمارات واللقاء برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وتطورات أخرى تصريحات وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو بخصوص أيضا مكافحة الإرهاب وأيضا مساعي تركيا لإحياء ملف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. يتمثل ذلك بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا في 8 يونيو المقبل. في هذه المحاور نرحب بضيفنا ينضم لنا من اسطنبول عبر الهاتف الدكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور مهند. سيد وارد السادة المقاتلين والمشاهدين، أبدأ معك من أيضا هذا الحراك الدبلوماسي، بداية من تصريحات الرئيس أردوغان فيما يخص دخول فنلندا ومسألة التحفظ التركي بخصوص انضمام فنلندا والسويد للناتو، هل حلت القضية أم ما زالت هناك إشكاليات؟ طبعا الأمر دخول حلف الناتو ليس بالأمر السهل، وإن كانت هاتان الدولتان فنلندا والسويد كانتا دولتان محايدتان بين مزدوجين، ولكن تركيا لديها شروط. هذه الشروط إن لم تنفذ فإن الفيتو التركي سوف يبقى مرفوعا في وجههما. صحيح أن الولايات المتحدة تضغط على تركيا بحكم أن 29 عضوا يريد أن يدخلان هاتان الدولتان إلى حلف الناتو، ولكن تركيا متمسكة بأن الأمن لا يتجزأ، والناتو منظمة أمنية، ومن حق عضو الناتو تركيا أن لا يقبل بأعضاء جدد ما دام أنه يخرق الأمن. يعني هذا في المفهوم الأساسي نعم والأولي فيما يتعلق بقيام وجود ما يسمى حلف الناتو، هو قائم على الأمن. طيب. ومهمته الأولى الحفاظ على الأمن، ثم إدخال دول تدعم الإرهاب وتخرق الأمن، هذا لا يتسق أصلا مع سبب إنشائه وتكوينه ووجود تركيا وهذه الدول فيه. أيضا أنتقل معك لما تطور لافت، زيارة وزير الدفاع التركي خلوس أكار إلى الإمارات واللقاء برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أهمية هذه الزيارة دكتور مهند؟ طبعا نحن نشهد تحرك سياسي أنا سميته ديناميكي فيما يتعلق ما بين كل من أبو ظبي وأنقرة. هاتان الدولتان تريدان بالفعل أن يكون هناك تعاون حقيقي، بحكم أنه لم يكن أصلا هناك خلاف جذري بالمعنى الذي يسمى خلاف سياسي عميق ما بين الدولتين، لم يكن هناك، كان فقط هناك تنافس في الدور والقوة لكلا الدولتين، وكان متمثلا بشكل واضح فيما يتعلق بالملف الليبي أولا وبملف شرق المتوسط ثانيا. ولكن في العموم وفي العمق لا يوجد خلافات أساسية طيب كما بعض الدول الأخرى. إذن هذه السياسة وهذا التحرك العسكري اليوم بعد توقيع 13 اتفاقية مع الجانب الإماراتي، هذا يعني نحن ندخل إلى مرحلة صناعة دفاعية، هذا يعني أن تركيا ربما سوف يكون لها دور مهم في إيقاف هجمات الحوثي على دول الخليج. هل يتمثل ذلك بشراء الإمارات طائرات بيرقدار سريعا دكتور مهند في هذا الخصوص؟ ليس فقط مسألة شراء البيرقدار، هناك أمور تقنية وأمور فنية أمنية، ربما لدى تركيا الخبرة الكثيرة لديها بأنها تواجه الإرهاب في سوريا والعراق، فربما أن تنقل هذه الخبرات الأمنية الاستخباراتية في صد هذه الهجمات، بالإضافة إلى المسيرات بيرقدار وما شابه. سريعا معك أيضا تشاويش أوغلو، يقول أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور تركيا خلال الفترة المقبلة، ما أهمية هذه الزيارة؟ نعم، يعني نتكلم نحن على العمق السني الإسلامي في المنطقة السعودية وتركيا. هذه الزيارة سوف تمهد لفتح باب جديد وحقبة جديدة ما بين الدولتين، بالإضافة إلى انعكاس هذا التعاون على الكثير من الملفات الإقليمية، لأن يعني كلنا يعلم عندما تتعاون الرياض وأنقرة هذا يعني أن طهران وغيرها من العواصم سواء الغربية سوف تكون في امتعاض وسوف تعتمد
تتحجم من حيث وتحركها في هذه المنطقة. أيضا سؤال أخير بالنسبة لتشاوشوغلو وتصريحاته بخصوص زيارة لافروف وزير الخارجية الروسي إلى تركيا في 8 من شهر يونيو المقبل، ماذا يعني ذلك وانعكاسه على ملف التركي أو وساطة تركية الرامية لإيقاف حرب أوكرانيا؟ هذا يعني أن تركيا هي العامل التوازن في الشرق والغرب، وهي من تستطيع بالفعل إيجاد حل حقيقي لأزمة الغذاء التي بدأت تلوح في الأفق من خلال الانفتاح على روسيا. لا يمكن أن تقطع العلاقات مع روسيا، لابد من أن يكون هناك طرفا فاعلا، وهي تركيا بهذه الحكمة. عندما ترفضت الانخراط في العقوبات الغربية ضد موسكو بقيت على مسافة واحدة من الجميع لكي تكون حلا ولكي تكون طريقا لحل الكثير من الأزمات، وها هنا نحن نرى أزمة طيب. الغذاء التي بدأت تطل علينا. نعم. إذن تركيا هي من سوف يكون لها هذا التوازن. دعني أستثمر وجودك معي أخيرا أيضا بسؤال أخير. تركيا تقول أن اليونان انتهكت وضع جزر إيجا وعليها نزع الأسلحة، ماذا كيف تقرأ هذه التصريحات للجانب التركي بخصوص الصراع الآن مع اليونان؟ طبعا تركيا متوجسة من هذه التحركات، ولا أراها أن التحركات هي تحركات يونانية صرفة، هي تحركات بتعليمات أمريكية. تريد أمريكا أن تضغط على تركيا لمحاولتها إيقاف العملية العسكرية في شمال سوريا من خلال فتح جبهة جديدة وهي اليونان لكي تشتت تركيز تركيا، ولكن تنسى الولايات المتحدة أن تركيا كما في الماضي استطاعت فتح أكثر من جبهة مع أكثر من دولة، ولم تكتفي فقط بالأمور السياسية وإنما صعب عادت حتى عسكريا إلى أن تأخذ حقوقها، هي لا تريد إلا حقوقها، فإما أن تأخذها عن طريق الدبلوماسية وإما أن تكون عن طريق أشكرك. الحرب. شكرا لكم الأكاديمي والمحلل السياسي التركي الدكتور مهند حافظ أغلو، كنت معنا من اسطنبول بخصوص هذا الحراك الدبلوماسي والتصريحات الرسمية لأساس الأتراك. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في المنتصف، حتى نلقاكم، دمتم بأمان الله.